ننتقل مباشرة إلى حسب الكريم. حسب الكريم، نعم يا رب. ماذا لدينا في الشأن الرياضي؟ وقفنا وين؟ وقفنا المرة الماضية عن كرة قدم، واليوم هنبدأ. المرة الماضية أن تحدثنا عن الجيدو، نعم، وتحدثنا أيضا عن الكونفو، واليوم نبدأ بكرة القدم والبطولة التي خصصت لاكتشاف المواهب الشابة في مجال كرة القدم. بطولة سميت على اسم الراحل أحمد دقفاتي، من أقدم رؤساء الأندية في تشاد هنا. أيضا كان نائب لرئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم. الراحل كان له بال كثير في مجال كرة القدم خصوصا دقفاتي، وكان على علم خصوصا ليج سبورت، الجميع بيعرف الفريق، والفريق ممكن حتى المستوى القاري الإفريقي كان له دور أكثر. نعم. طيب، تابعنا جميعا يعني حسب الكريم في زي ما قلت حسا في المباراة اللي كانت أطلقوها وسموها يعني فاتيدوغا، يعني خلاص وصلوا للنهائي. فهل يعني من خلال المباراة اللي كان استمرت لمدة 3 شهور يعني يقدر يستقطبوا يعني شباب يقدر يضموه في فريق آخر، ولا كيف الكلام؟ هي فكرة المشروع لم يمتد لثلاثة أشهر، لكن يعني البطولة كلها لعبت في خلال 2 أسابيع، لكن التجهيز كان مسبق. نعم. الفكرة الأساسية أنه بيفتح مجال للاحتراف للشباب التشادي حتى يكون في الخارج، خصوصا لديهم اتفاق على حسب اللجنة المنظمة، لديهم اتفاق مع برشلونة لاماسيا، أفضل لاعب في البطولة يمكن يتم نقله إلى أوروبا. نعم. من أجل اكتشاف الموهبة، إذا كان فعلا يتناسق مع الفريق ممكن يأخذه. لديهم اتفاق مع الأندية التونسية، أيضا تقريبا في أكثر من نادي تونسي وافق على أنه ممكن إذا كان هناك مواهب شابة تشادية يمكن يستفيدوا منها في مجال كرة القدم. نعم. بالحقيقة لدينا المواهب الشابة اللازمة، كانت موجودة كرة القدم. لا موجودة. نعم. حتى لكن عندنا إشكالية في الاكتشاف. اليوم إذا كان في السوق التشادية في مجال كرة القدم، إذا كان لدينا بطولات للفئات الدنيا، أنا لا أتكلم من الفئة الأولى لأن خلاص الفئات الكبرى انتهى الأمر يعني صراحة. نعم. طبعا. لكن علينا التركيز في البرائم الناشئة. البرائم في فئة الناشئين، في فئة الأشبال، وفي فئة الشباب، وفي فرق أخرى تضيف تصنيف خامس في مجال كرة القدم وهو الرديف. الرديف هو مفترض يكون الدرجة الثانية، يعني بعد الرديف ينتقل إلى التوب والاحتراف. نعم. الأول. نعم. مشكلتنا الكبيرة في تشاد ليس لدينا احترافين حتى على المستوى الكبار، فبالتالي الفئات الصغرى يكون في إشكالية، لكن في بوادر لمدارس تشادية أسست على جهود ذاتية. حدثنا في المرات الماضية عن إكليبس تانجو للمدرب السابق بكر موسى كلي. نعم. وكثير من أمثال بكر موسى كلي أسسوا يعني أكاديميتهم الخاصة وبيستمروا، لكن في إشكالية تتعلق بالخبرة في مجال اكتشاف المواهب. الآن في أوروبا في مدارس تدرس كيفية يعني تخريج المكتشفين المواهب، وفي أندية كبرى على مستوى القارة تتعاقد مع خبراء يستفيدوا من مجال الاكتشاف. نعم. شاهدنا في بعض المباريات للفرق الناشئة في الأخبار، يوجد بعض الخبراء الأجانب إن صح التعبير، يوجد بعض الأشخاص وأقيمت مباريات وإلى آخره، فتعليقك بهذا الشأن. أوكي. في خبير واحد جابوه إيطالي. نعم. أتى من إيطاليا خصيصا لاكتشاف المواهب. نعم. عندما نتحدث عن اكتشاف المواهب نحن نتحدث عن يعني معجزة كروية. قبل أيام سمعتم عن اللاعب هالاند. نعم. يلعب في دورتموند. نعم. يعني قبل فترة يمكن في حدود 2017-2015 كان الحديث بيتحدث أن قيمته السوقية لا تتجاوز 4 مليون يورو. نعم. فجأة الآن وصل إلى أكثر من 150 مليون يورو، حتى هذا بعد تفاوض يعني يمكن النادي بيرفض. فالمكتشف الموهبة في البداية كان أخبر برشلونة هناك عندي موهبة شابة في الهجوم، إذا تتعاقدوا معها رفضوا. لماذا؟ رفضوا على أساس لا لسه شاب صغير وإحنا ما مستعدين نتكفل نخسر فيه أموال. الآن برشلونة بيتفاوض على أكثر من 120 مليون حتى بيرضى النادي دورتموند على يبيعه. لدينا مواهب إفريقية. أيوة تصوير. لدينا مواهب شابة إفريقية أمثال مثلا سامويل إيتو. سامويل إيتو لما اكتشف ما كان بالقيمة السوقية التي وصل إليها في النهاية. فإذا في الحقيقة في إفريقيا وفي تشاد هنا لدينا المواهب الشابة، لكن محتاجين فقط اكتشاف المواهب. فإذا كان الأمر بيدي أنا يعني أقدم اقتراح للجهات المختصة بابتعاث مثلا الآن لدينا مدربين شباب. الآن لديهم الحواية. نعم. لديهم الأساسيات الأولى،
فأتمنى اختيار مثلا 5 أو 6 يبتعثوا الى الخارج تدريسهم كيف يختاروا المواهب الشابه. فاذا بالطريقه هذه نفتح مجال ثاني اقتصادي ومجال اخر كدعم للرياضه التشاديه، خصوصا ان المدرسه التي مثلا الان في قانون الفيفا لديهم مثلا اذا مثلا الان فريق في تشاد هنا كون لاعب واللاعب تعاقد معه نادي اخر على مستوى اوروبا بعدين في نسبه بيعطوها للنادي الاساسي الذي كون فيه، فاذا هنا جانب ايجابي تستفيد. حسب الكريم بخصوص الاجيال الناشئه والمواهب الموجوده، ونحن بنملك الموهبه بنملك الشباب، محتاجين تدريب اكثر، محتاجين خبرات اكثر. عندنا الليله شباب ناشئين احترفوا، عندنا الليله شباب جو بميداليات في مجالات اخرى غير كره القدم. بالضبط. فحدثنا بهذا الشان. نتحدث عن بطوله افريقيا التي اقيمت بداكار في السنغال، ولدينا ميداليتين برونزيتين. طبعا. البعض قد يستغسر يقول لا يعني بعد الجهود هذه كلها ميداليتين. انما نقارن الميداليتين التي حصلنا عليها مع الدول الاخرى كاننا نقارن ما بين يعني ناشئ وبين واحد متاهل مسبقا. الان لدينا كازيمير بيتل ولدينا أدوا فريدريك، الاثنين حصلوا على ميدالية برونزية في ظل الظروف الرياضية الموجودة. ظروف صراحة صعبة حقيقة. خلينا نقولها أمس كان لي لقاء مع المدرب سيرش ندو، كان يتكلم معه كان يقول لي حقيقة نحن تدربنا على قدنا يعني مجرد محاولات أن نصل للمرحلة وحصلنا. الفرق التي حصلت المركز الأول والثاني، الأول مصر والثاني تونس، لديهم اكثر من 6 أشهر تقريبا. المصري كان موجود في اسبانيا والاخر موجود في فرنسا. 6 أشهر تدريب في مدارس مؤهله، لديهم امكانيات كامله، لديهم مدربين مساعدين. نعم. نحن لدينا مدرب واحد سيرش حاصل على 2 المستوى الاول والمستوى الثاني في التايكوندو. وحاول مع اللاعبين يعني ارسلنا 3 لاعبين الى السنغال والثلاثة حصلوا على ميداليتين برونزية والبنت الواحدة لم توفق. فإنجاز كبير طبعا. غير مصر التي يمكن ترسل أكثر من 10-15 لاعب ويأتي بمركز أول مركز ثاني أوكي. لكن أعتقد الفرصة الآن متاحة إذا كان هناك تدريب. ما نفكر مثلا الآن كاميرون هنا يعني غير بعيدة أجواءها تمام، على الأقل نخرج اللاعب من الأجواء الروتينية اليومي. أنت تعرف بيتيل كازيمير لما يتدرب وين؟ يتدرب في ملعب باري كونغو، يتدرب مع الضجيج كرة قدم مع الكرة الحديدية يعني من جانب ما في فبالتالي ما في تركيز، ما في فرصة للتركيز، ما في فرصة تمنحه الوقت اللازم للتدريب وممارسة الرياضة مع غيره من اللاعبين. الآن لو سافر إلى مثلا إلى كاميرون يمكن يكون في منافسين، إذا كان سافر إلى السودان يمكن يكون في منافسين، إلى مصر يمكن يلقى منافسين ويحاول قدر الامكان يطور من مهاراته والاقفاقات، حتى يمنح المدرب فرصه انه يتعرف على الاقفاقات او الجوانب الكامنه الموجوده في اللاعب يحاول يطورها في الايام المقبله. بذل مجهود كبير وقدر يعني وصل لهذه المرحله يعني احنا ايضا نشجع الشاب كازيمير وكل الشباب الناشئين حتى الدول لا نبقصه يعني أيوة اكيد طبعا. هو ايضا نشجعه على اساس يعني هم يعملوا جهود كبيره على اساس حتى يوصلوا للعالميه ان شاء الله. حسب الكريم رسالتك للجهات المختصه، المفترض تراعي للاجيال الناشئه، المفترض تراعي للناس تشجع اكثر، يعني العامل حق التشجيع هو عامل مهم جدا، رسالتك للجهات المختصه تحديدا. اوكي. الجهات المختصه رسالتي لهم في رسالتين او ضروريتين. الاول لا ننتظر، المره الماضيه تحدثنا وادريس دوكنيت ديكير تكلم لموضوع جد اساس لا ننتظر كل يوم، ننتظر نذهب للبطولة ومن ثم بعد ما وصلنا للبطولة بنرجع لا نقيم. الآن فريدريك أدوا فريدريك وكذلك بيتيل كازيمير ذهبوا إلى السنغال حققوا ميدالية برونزية. يفترض بعد العودة من البطولة يكون هناك نجلس على الطاولة ليش ما جبنا ميدالية فضية، ليش ما جبنا ميدالية ذهبية. الآن لما نطرح سؤال لا احنا بدانا في التدريب مثلا اسبوعين، يقول بدانا في اسبوعين والاسبوعين ما كافيات لتاهيل الفريق. اوكي بمعنى المره الماضيه نحاول المره القادمه نحاول ان نطور الفتره، ممكن نبدا بعد 2-3 شهور ويمكن نكون في دورات تكون خارج تشاد يكون تمام. الامر الاخر حتى نفسيه اللاعب وهو بيسافر عندنا اشكاليه الكثير، يعني العامل النفسي نحاول العامل النفسي احيانا نحاول ان نتداركها ولا نتحدث عنها. مثلا الفريق يحاول حتى في اخر لحظات السفر يوم يومين من السفر بيبحث عن التذكره. مشكله. يعني البعض بيسافر من هنا يوصل الى البلد الاخر يشارك في البطوله ويرجع ثم يقطع الحوافز. يعني كان لي حديث مع رئيس الفدراليه التشاديه للتايكوندو، وانت تحدث معه قلت له يعني البطوله مفترض تبدا، ليش انتم ما ذهبتم؟ قال لي
حتى الان بنبحث عن طريقه، يمكن اذا ما في طريقه نحاول ناخذ التذكره نسافر ونرجع. حتى امس كان بيقول لي يعني المدرب كان بيقول لي احنا في وضع صعب، يعني كنا نتمنى يكون في تشجيع اكثر. نعم نعم، على مستوى الإعلامي يمكن نحاول نعمل تقارير، يمكن نحاول نسلط الضوء أكثر، لكن دائما في إخفاقات في جانب تجهيز ما قبل البطولة، في إشكالية حقيقة. تمام حسب الكريم، نحن سعيدين جدا وقدرنا عرفنا الكثير عن الرياضة خاصة الرياضة التشادية. فنختم بعدين بتقرير كان عديتها عن ان ان اكتشاف المواهب الشابة، اكتشاف المواهب الشابة في أنا الدوغا فتي. لكن قبل ما نختم بالتقرير كمان نشكر الميكانيكي موسى محمد موسى أبكاكا، فنشكرك جزيل الشكر، ونحن نتمنى نشوفوك في حلقات آخرة في برنامج لاليكو، ونقدر نحن ذاتا نقدر نمشي نتدرب في قراشنا موسى أبكاكا إن شاء الله. نعم، التشجيع هو عنصر مهم جدا يا جابر، والليلة موسى معانا عشان نشجع كل الشباب الموجود إنه ما يكون شباب اتكالي، إنه يشوف الأشياء بمنظور آخر. صح صح. كمان برضو أخذنا في الفقرة الرياضية اللي هو التشجيع للأجيال الناشئة. نعم. فالعامل عامل التشجيع العامل من العوامل المهمة. طبعا. إذا كان للاعب أو إذا كان للشخص بحد ذاته بيفرق معه نفسيا. حتى الفيدرالية وكذلك الفريق الفني المرافق. نعم. للفريق يعني. ممتاز. نفترض نحن من خلال لاليكو بنشجع كل الشباب، بنشجع كل المواهب انه تتقدم ما تيأس، وانه بنعني الجهة المختصة بانه العامل النفسي مهم، التشجيع عنصر مهم، التحفيز مهم. فنتمنى لكم كل التقدم والازدهار، وان شاء الله نشوفك في حلقة قادمة وانت اكبر من كده بكثير باذن الله تعالى. قبل ما نختم انه معانا تقرير، نشاهد التقرير الرياضي ونعود. أقل من 16 عاما هي الفئة التي تستهدفها البطولة، سعيا من القائمين عليها للتنقيب بحثا عن المواهب الدفينة التي تذكر بها بلادنا تشاد. أخواننا دوغاك دينا نساعدهم، دينا نوروهم شنو هدف أنا إسبور، دونك ولا هذه الهدف دينا نساعدهم نوروهم، وعند شانس يعني عند زهر نودو برا ان شاء الله يمشي لبرا ان شاء الله. بالمجمل 26 فريقا ضمتهم البطولة، والهدف النهائي هو الحصول على المواهب الشابة وارسالها الى المدارس الكبرى خارج البلاد من اجل ثقل مهاراتهم الكروية. تراس رياض هي يقول لي اسبيرانس تونس هم اللي اعطونا فرصة، قال اي ولد اديل ده هم مستعدين بس يقبلوا هناك يشوفوا كان كويس كان يقعد معهم، ده يعني خاصة وعنينا مشينا طلبنا لماسيا، ماسيا هي بتاع برشلونه بتاع اطفال سخار، قال لنا ما كانت مشكله وقت عندكم الولد تدور جيبوا لنا باسبور ونبعثوا لي شهاده زياره، وان شاء الله تكون جينا هنا والحمد لله هذاك انطونيو الريكروتير جا معنا وذاك تو قاعدين نشوف المباراه، كان عندنا زار لقينا واحد كويس وكذا ندربه بعد شويه وان شاء الله يمشي شيف عزه مع اولاد برا ان شاء الله. لان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي ابدا، فهل اتت البطوله في وقتها؟ سؤال ستكشف عنه الايام، طالما الامر مرتبط بالمواهب في كره القدم، وها هي البوابه الاولى تفتح بالفعل الان.